بيت مساحته 600 متر بكل سهولة تقدر تحصله. الموقع مالته منطقة رحماوة، 300 متر بناء طابقين و300 متر حديقة. هذا البيت تقدر تحصله من عقارات شيفان. تعال خلينا نسولف يم عقارات شيفان. يلا، عقارات شيفان مو بس هذا العقار عندهم، لا، بكل محافظة كركوك وبأي مكان تريدون عقار هو موجود عندهم. وإذا تريد مكان تجاري شوف لي هاي. هاي العمارة هي تتكون من 3 طوابق. العنوان مالتها منطقة الشورجة، عندك هنا يسايدين منطقة الشورجة قرب ملعب الشورجة. مو بس هذا الموقع التجاري موجود عندهم، لا، أي مكان أنت تريد بمحافظة تذكركم كموقع تجاري تريد قطعة أو تريد بناية أو تريد بيت هو موجود عندهم. هم مو بس يبيعون، لا، حتى إذا أنت عندك موجود عقار تريد تعرضه للبيع هم أكيد يعرضوا لك إياه. وعمي أحلى شيء بهم فتحوا فرع بداخل محافظة كركوك منطقة رحماوة. تعالوا وياي وخلنا نعطيكم العنوان ونعطيكم الأرقام للتواصل والاستفسار. يلا، عنوان عقارات شيفان بد ما تتجهوا للتواصل والاستفسار تقدرون تتواصلون وياهم على هاي الأرقام. العنوان مالتها محافظة كركوك منطقة رحماوة، عندك هنا سايدين منطقة رحماوة قرب مركز شرطة رحماوة، سايدين اللي هنا يربط منطقة رحماوة بعرفة مقابل حلويات فستقة. عقارات شيفان.